فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كرهت المرأة من زوجها خلقا فهل لها أن تطلب فسخ النكاح؟ لا، إذا كان الخلق ما هو معصية ولا فلها تطلب فسخ النكاح، تصبر عليه كما أنه يصبر عليها إذا كان فيها خلق سيء، يصبر أحدهما على الآخر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.